السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا بكل خير. كشفت اليوم شركة تويوتا عن تويوتا فورنر نسخة 40 عام أو الذكرى 40. منذ أول انطلاق لتويوتا فورنر كما تلاحظون تأتي هذه الفئة بألوان وخطوط. أول فئة من تويوتا فورنر اللون الأصفر مع الأحمر، هذه الداخلية شبيهة بداخلية تويوتا فورتشينر. تسخين تبريد للمقاعد الأمامية، تخشيب باللون الأسود، لا تنسوا متابعينا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم، انتظرونا فيديوهات قادمة إن شاء الله.